السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتكم سدوات برنامج سيجاره عن كويجين حالاتي قدام بيه سوكل بحجري قدام الدرس كيني سوماليا برنامج كواحدين سوجيدين يعني واحد مصدق شو محمد يعكاش محمد وكاش سدو وهذا نقول تاع حالاتي قدام بيه يارهان قبل كده مصدق إن وانو هي إن وحنا ما تغنى يعني سوى عن أنو سلام يا خيارته شرفت بقى كحير جل كبيدا ميديا إن هذه أن دول مرنا حاردي قدم بي جوال كده نقولي ما تغنى فريق ما قدنا سواء هذه الفان ولا فريق ما قدنا مركا ولو رجيو ده حالة كوم مش بتقولي مركا حاردي قدم بي هذا قولي ما ما أنت نسي وراي ما علي وحكمي ده إن إذا ما هرلا دول تفرق سوماليا ما تغنى يكسود جسي دولو إن تاسي أو أدران كرتا إن دقات يقولي ما تغنى لو در جروبيو إن كينيا لفت هذا إذا ما تغنى دول لا يقولي ما تغنى إذا ويسمعني سا أو أيضا فرق بدن يحدود تغنى يسي كيني سا مركا ولي بدقات كا ما بلاوان لكن ولا سوق يا إن ما تغنى دقات إن أو بلاوان لكن وحن رجينا إن وصل بلاوان إن بنكا إن وها عدو سيد جنم وصل ما تغنى كم إذا حدث كم تغنى دي ورلاح دير وجلو إن متقنا وقعدت وكسو عليو إن بلحاو يا أي رفتو حال الشيء إن ميليشيات كي أي وتين تاجر سما يجا إن متقنا أي دير جروين كوجران إن رام متقنا إن يديه سعادة صوص عضو إن عم تقال قامة ومش عن قفصنا يعني دوننا لكن تاس صورت قبل معهم وحيا لي عد عن عادهم يا كهرسو إذا من ذي الحمد وما سيد عصق قفصنا باش يا كهريو marka hadii la yiraahdo Kenya diyaarada dagaal ay seeni saar soo tagal ma aha oo way dhex xafay isku daydo laakiin oo dagaalada dadina galay qof asii ku dagaal karo taana wala iimaanaya markaas dowladada badan oo ka tirsan deriska ama taqanay in dhici karto in caalamka ay kamid yihiin in soo fargeliyaan oo Soomaaliya ay taageer ay siiyaan dhici karto ma taqanay laga yaab in iimaadaan marka kullay dagaalku ma dhayn laakiin la dhinacbo deergaru uu socdaa wana sugeyna wixii ma taqanay qasabro xaaladda siida إن ما تسمع ورحبوا هذين وحنوم قلاع سفارة دي سومالي أكل هيدل كان كينيا يجوا بيهم بس الرسم على الرج إن محاك إن سفارة إن الرا هذي حرير كيل وقاي سفارة إن الجوكتو حلقة دولة إن ودم هذا الشيان محاك إن سفارة اللي جرر ما تنيرو إن وحد وقت أسبوع ده صار دفني إن وزير كورفا فينت دورة سومالي دبي إن واقعي إن حرير كبتاتا وشرين دورة كينيا وأنا أمر كوسي إن سفارة كينيا سومالي إن سوما سفارة سومالي كينيا دكان إن أي دب وصلنا ضاش قاله كشقيقين أي سفير كمان إنت بقى دك دب وصلنا ضام إن أمر كاس بوها مرك أمر كي أسوي الفلين أيو يا مرك إن كدبنا أسبوع أسيم جوده هذي شقاري سفارة كشقيقين أي متقال سفير كي يكود يا جنوبين إن كدبنا حصلت كشيء إن مانته أي دب ولا كان ذلك سفارة كبيرة هم بمتقال الحري ما دام شغاله لا ده دل كديب هوا وصل عطان وضد كي سفارة شقين سفير كي ضد كل شقين دل كديب هوا وصل عطان ده سفارة دي اللي هو تجي إن هرتو سيدا وحاجر تاه ما كي لو الدولة حرك سكول جرام هشي سو حاجر هي 1961 كي متخانة عي أو ربي جري إن فيو كونفيشن إن كاسي أو أحمر كي متخانة الدولة إن حرك سكول جرام لو الدولة إن دولت ده إذا إن سفارة ده نقولي هي إن دولت كتجيسو أت سومالي أو كسفارة كورية ده كينيا إن شقالة هذي سفير كي بحي أمرتي إن يكون نظام مقالة مبتشو وحالو جبها هي مكان دولت إن فضرة كسومالية إن دولت إن درس أما بال على ما يمد القطبو دولت إذا سحب يهين أو لا بد أستلم أي وضع شقيان إن أهن أكراتك تو هنتدي ماشي تحلي يسافر دلو إذا هذا إذا كان متعنى أمان إذا كنت هاي إلى إيو إنت خلافات كنا لقى حلينا أم عند سكون صار مقدار لكن أنت إذا بري ما يصدقين لكن ولا سوقيا هدي أنت إذا عويدو وحاسو تقلع إن سفارة جعانت الدولة كينيا يكون قطب وأنا وياه رأي وكما تعنى هذا وقت ولا سوقي سفارة تبلغ الروكي أو هذا اللي هيجي مرلو الله بسيرة ضيع تري سمعين لكن كاس بحاجة دكان سوقي وده كتير وها لكن كان إيكاس بكر بدلنا كان أصلا مركز هادو حوي تدد استجاري أو ما أنت ما تغنى إيه نسكوه بروسالي سفارة وحي ما تغنى إيه نقول نسوا ما كان سيدي مو تشتغل لكن وحالة هادور الصومالي لقينا سوية أو إيه رحت أجيهن إن إن حريركي إن إيه لسه مين لهير ودن كان أو كمل حبنا ما بدنا نضل
oo gacanta loo gelin lahaa safaaradda ayaa kulayla sugaya iyadoo matalan la tixgelinayo heshiiskaas isaga ah ee dhacay 1961-kii. Waxaa maalintii labaad galay shirka ka socda dalka Jabuuti ee maamulada madaxda ka ah ee gobolka Igad. Maxaa kasoo baxa oo kasoo cusboonaaday maanta shirka? Shirki horta weli heshiiskii lama saaxin. Waxaan ugu wacan muxuu ahaa horta Igad walaac badan bay ka muujisay arrintaas iyada ah iyagoo oo mataqaanaya leh labada dhinacbu inkasta tabasho u sheeganayo kee taba sheegan mataqaana meesha geysa to sheeganaysa isheeg middan iyadana dowladda federaalka Soomaaliya dowladeenna iyada mataqaana tabashadeedii iyadana mataqaana ayay sheeganaysaa. Marka tabashooyinkaas kala duwan la sheeganayo yaa shalay folka fol waxa isku harfariistay labada madaxweyne labada dal Soomaaliya iyo Kenya ayaa horta is harfariistay iyagoo lagu hadalsiinayay. Marka weliba qeyb waxaa ka ahaa Abiy Axmed iyo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cabdi Barre Gelin. Igadna mataqaana kulli way ku jireen meesha, laakiin intaasaa mataqaana si gooni ah yaa u gurfeynay maadaama gobolkii mataqaana ay isku sii dhow yihiin. Marka heshiiskii waxaa weli loo shaacin la'yahay weli isma afgarado afgaran waa yaa meesha ka taagan. Marka taas iyada waxay garan kartaa maanta sharafta iyo karaamada dowladda Soomaaliya maanta ay taagan tahay ayaad garan kartaa iyadoo maanta mataqaana dowladda xoog leh oo maanta mataqaana hadda gobolka ka muuqata aysan ahayn. Haddana in dowlad mataqaana ku dhawaad hadda dhisan wax ku dhow maaha muddo badan 1964 ilaa hadda dhisan in mataqaana maanta ay la loolanto iyo 30 sano mataqaana ku jirtay dagaal sokeeye hadda kasoo kabanayso waa sharaf aad u weyn weye. Marka laakiin kulli waan rajeynaynaa wixii mataqaana meesha ayad ah kasoo bixi lahaa maamulka ururka Igadna arrinta iyadaha mataqaana weliba ku gadi jiraan kamana tegayaan ilaa mataqaana arrinta iyada ay ka meel gaaraan. Marka gudoomiyaha ururka Igad waxa uu sheegay in walaac badan ay ka muujinayaan arrinta iyada ah taasoo ugu wacanna in mataqaana u dhahay Kenya waxay naga haysaa qaxootiga ugu badan ee adduunka. Waxaa kaloo Kenya mataqaana ay ka mid tahay AMISOM. Marka iyadoo AMISOM ka mid ah oo Soomaaliya mataqaana qeyb ka mid ah maamulayso haddana qaxooti fara badan mataqaana martigelisay in haddana dalkii loo hayo qaxootiga ay isqabtaan waa arrin mataqaana aad u adag. Marka kulley waxaa rajeynayna in xal waaro laga gaaro si labada dal ee dariska ah ay u badbaadaan dhigna mashaaciid ah kusan ugu daadanaha. Dawadayaal, waxaa inta inooga dhan barnaamijkii gaarka aan ku eegeynay xaaladihii u dambeeyey, gaar ahaan xiisadda soo kala dhexgashay labada wadan ee dariska ah Soomaaliya iyo Kenya. Barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah Cabdi Maxamed iyo Kaashan Maxamed. Tan iyo intaan kiimkiisi xiga ku kulmayno dhammaadiinoo.